من خلال التقرير اللي شفناه واضح أن استخدام الأنظمة التكنولوجية يتطلب حماية عالية لهذه الأنظمة وتطوير خدماتها، خاصة أنها تشمل مجالات متعددة بعضها ذو طبيعة حساسة وبعضها يتعلق بجزء مهم جدا للمؤسسات والأفراد، وهو شبكة الاتصالات واللي تعتبر عامل أساسي في تشغيل وتطوير الخدمات الإلكترونية. الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات طبعا لها دور واضح في النقلة اللي نشوفها على مستوى الخدمات الإلكترونية، ولها دور أيضا كبير في جوانب أمن المعلوماتية. لذلك معانا عبر الهاتف رئيس الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات المهندس سالم الإذينة. حياك الله ومساء الخير. مساك الله بالنور، حياك الله دانا. في البداية تفضل. في البداية حبيت أن يعني أشكر تلفزيون الكويت على إتاحة لنا هذه الفرصة وعلى القائمين على البرنامج المميز حقيقة الأمر. ماذا بعد، والشكر موصول لإخدانا وجميع العاملين في هذا البرنامج. متشرف. كما أحيي إخواني وأخواتي المشاهدين في المشاهدين لتلفزيون دولة الكويت. نعم، حياك الله. بودي مهندس سالم أبتدي معك من حيث انتهى اجتماعكم مع وزارة الخارجية حول حدود دولة الكويت في أمن المعلومات والأمن السيبراني. شنو الجديد في متانة الجهاز الحكومي اليوم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. إذا تكرمت إخدانا ودي أقدم بس مقدمة على المقدمة اللي تفضلت فيها لأهمية الأمن السيبراني. مثل ما تفضلتي، يعني حقيقة الأمر الكويت قبل كورونا ستختلف على الكويت بعد كورونا. تغيرت ثقافة المجتمع الكويتي حقيقة بالتعامل مع التكنولوجيا كبديل ومساعد لقضاء احتياجاته الأساسية. يعني وشفنا هذا والتمسناه من خلال تواجد إخواننا ومن خلال الإجراءات والاحترازات اللي يعني دعت لها الجهات الحكومية من خلال التباعد والتواجد في المنزل. لذلك اتجه المواطن إلى تسهيل إجراءاته من خلال تعامل مع هذه المنظومات الإلكترونية لتسهيل المعيشة. يعني نحن نعيش في 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 عصر جديد وعصر الثورة الرابعة وما يصاحبها من تطور سريع للتقنيات ألغت حقيقة الأمر كافة الحدود المتعارف عليها. يحتم علينا أن نحافظ على معلومات الدولة وشبكاتها من خلال إنشاء منظومة لأمن سيبراني، وهي تعتبر أهم الركائز الأساسية لدولة الكويت خلال المرحلة القادمة. لا يخفيك أن الظروف اللي فرضتها جائحة كورونا فرضت انتقال كبير في تقديم الخدمات الحكومية عبر التقنيات الإلكترونية في البلاد، يعني منها خدمات الأونلاين كانت واحدة من الحلول أمام تحديات الأمن الصحي. بودنا تعرفنا مهندس سالم عن شنو العوامل اللي ساعدت في هذا النجاح؟ العوامل اللي ساعدت حقيقة الأمر يعني عدة عوامل، أهمها يعني ثقافة المجتمع الكويتي. هذه الثقافة ساعدت في يعني تسهيل التعامل مع هذه التكنولوجيا واتباع يعني أسهل الطرق في هذه الآلية. في الإضافة إلى التكاتف الحكومي اللي نتج عن هذه المرحلة اللي احنا كنا فيها من خلال أول شيء توجه مثل الوزراء المؤقر لإنشاء لجنة الدعم التكنولوجي وتوحيد الجهود خلال هذه اللجنة وتضافر الجهود، ويعني أمور كثيرة حقيقة الأمر ساعدت، منها يعني أننا يعني في دولة الكويت يعني لدينا شبكات واتصالات وإنترنت منتشرة، يعني شبكات تحتية وغيرها قادرة حقيقة الأمر على تجهيز ما ندعو إليه في التحول الرقمي. نعم. وأهم هذه النقاط هي الشباب الكويتي والطاقات الشبابية الكويتية اللي ظهرت في هذه الأزمة. بالفعل. وكانت قادرة على تحقيق المطالب المرحلة. نعم. وتعاونها بعضها ببعض، وهذه كانت من أهم الركائز. نعم. يعني ركائزنا حقيقة الأمر مجتمع كويتي واعي، تكاتف وجهود المؤسسات الحكومية، ووجود بنية تحتية قادرة على
على هذا الأمر. نعم. والأمر الآخر الطاقات الشبابية. نعم. اللي ساهمت في هذا الموضوع. الحمد لله. في ضوء كل هذا اللي أنت تفضلت فيه حضرتك، إلى أي درجة اقتربنا من التحول الكامل إلى الرقمية نقدر نقول؟ يعني في أهم عنصر، وهو يعني حقيقة الأمر يجب أن نوضحه، وهي العنصر التوجه الحكومي بقيادة سمو رئيس مجلس الوزراء، حيث يعني أطلقت الحكومة برنامج عملها، وكان أهم عنصر فيها هو التحول الرقمي. نعم. شنو ساهم اليوم تفعيل تكنولوجيا الجيل الخامس للاتصالات في مواكبة التطور التكنولوجي على مستوى المؤسسات والأفراد؟ نعم، يعني شبكة الجيل الخامس هي من أهم الشبكات اللي قامت فيها دولة الكويت، أو بالأحرى يعني دول المنطقة بشكل عام ودولة الكويت خاصة خلال المرحلة اللي طافت. يعني هذه الشبكة نتاج حقيقة تعامل القطاع الحكومي مع القطاع الخاص والمتمثل بشركات الاتصالات الثلاثة اللي هي زين وأريدو وSTC، وهي شراكة حقيقية بين القطاع العام والقطاع الخاص، ويعني هي مرحلة متقدمة لهذه الشراكة اللي أظن أن القطاع الخاص هو حقيقة الأمر شريك وشريك استراتيجي للدولة خلال المرحلة القادمة، خاصة في قطاع التكنولوجيا والتحول الرقمي للمرحلة القادمة. نعم. تقنية تختلف عن تقنية الجيل الثالث والرابع، تقنية قادرة على تحمل السرعات القصوى تصل إلى 10 جيجا بايت، وتعزيز هذه المنظومة الحالية ستساهم بشكل كبير على كثير من الأمور التي سنستخدمها في المرحلة القادمة في مرحلة التحول الرقمي. على سبيل المثال منها ما يسمى إنترنت الأشياء، وكذلك ما يسمى تعامل آلة إلى آلة، ماشين تو ماشين، والذكاء الاصطناعي وتطوير الرعاية الصحية واستخدام البيانات الضخمة ما يسمى البيتيتا، والتعامل الإلكتروني عن بعد خلال يعني سرعات وتدفق البيانات بشكل يعني سهل. نعم. طيب، في عام 2018 أسست الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات مقسم الكويت للإنترنت IX.KW. ممكن تحدثنا وش سادة المشاهدين عن هذا المقسم وأهدافه وأهميته للدولة؟ تأسس مقسم الكويت للإنترنت في 2018 بهدف تعزيز الاتصال في السوق الكويتي المحلي، وكذلك ربطه مع نقاط التواصل المركزية للاتصالات العالمية في نقاط تبادل المعلومات. يعد المقسم من يعني أكثر المقاسم نموا حقيقة في الأمر في المنطقة. حافظ هذا المقسم خلال جائحة كورونا على استقرار شبكات الاتصالات. شبكات الاتصالات أخواننا وأخوان المشاهدين، يعني لما أنشئت على نسبة معينة من تحمل الحركة واستخدامها. فعلى سبيل المثال يعني إذا أنشئت هذه الشبكة من 60 إلى 70%، ولكن نتيجة لتواجد المواطنين في منازلهم بدأ الضغط بشكل كبير على هذه الشبكات وتأثرت كثيرا. لذلك سعينا بكل ما نملك خلال فترة الحجر على استقرار هذه الشبكات لاستمرارية حركة الإنترنت، وكانت هي الشريان الحقيقي لكثير من الخدمات اللي قدمت للمواطنين، وكذلك لتسهيل إجراءات المواطنين واستخدام المواطنين لكثير من ما على قولتهم يعني يقلل تواجده في المنزل من خدمات ميديا وغيرها من بعض البرامج العالمية. نعم. والمقسم يعني هو حقيقة طفرة كبيرة ونقلة نوعية لشبكة الدولة، وراح يقوم هذا المركز بربطه بالعديد من المنصات العالمية، وسيضع دولة الكويت على خارطة العالم في التكنولوجيا وفي نقل البيانات وموازاة نعم. دولة الكويت لكثير من نقاط الالتقاء العالمية. نعم. تفضل. نعم. موضوع حلقتنا عن التحول الرقمي مهندس سالم، يعني اليوم ودنا نسألك شنو قدمت الهيئة من لوائح وإجراءات لمواكبة هذا التحول الرقمي؟ قدمت الهيئة يعني الكثير خلال
يعني إنشائها من لوائح وإجراءات، ولكن ما يهم مرحلتنا هي أهم اللوائح اللي تم استخراجها من هيئة الاتصالات، وهي لائحة ما يسمى حماية خصوصية البيانات، وكذلك سياسة تصنيف البيانات التي تمكن يعني مؤسسات الدولة من تصنيف بياناتها بشكل سليم خلال مرحلة التحول الرقمي. وخلال الفترة كذلك هذه أخرجنا العديد من اللوائح في آلية العمل عن بعد، خاصة خلال المرحلة القادمة، وأهمية العمل عن بعد لموظفين الدولة واتصالهم مع شبكاتهم في مؤسساتهم الحكومية وغيرها. فهذه من الأمور اللي أخرجناها، بالإضافة إلى سوف يتم كذلك اعتماد، وهي في مرحلتها الأخيرة، سياسة الحوسبة السحابية، والتي كذلك تهدف إلى تنظيم القطاع العام عند الانتقال لاستخدام خدمات الحوسبة السحابية. هل نقدر نقول بنعم أو لا؟ هل نقدر نقول إن إحنا على استعداد للتحول للرقمية؟ نعم، على استعداد بإذن الله تعالى. عظيم. نعم، رئيس الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات المهندس سالم الإذينة، شكرا جزيلا لك.